يبدو أن الأزمات بين بكين وواشنطن لم تنتهي. الولايات المتحدة تتهم الصين بإنتاج المخدرات وتصديرها إليها. شركات رائدة في بيع المواد الكيميائية تعلن عنها عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، ثم تعمل على شحن هذه المواد المطلوبة بطرق سرية إلى كافة أنحاء العالم. بكين اعترضت على هذه الاتهامات واحتجت رسمياً، وواجهت أمريكا قائلة إن مشكلة المواد الأفيونية متجذرة في الولايات المتحدة. وزارة الخارجية الصينية عارضت العقوبات والملاحقات القضائية ووصفتها بانتهاك خطير للحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأشخاص المعنيين. واشنطن فرضت عقوبات على أفراد وشركات إلى جانب ثلاثة أطراف أخرى في كندا تنتج مواد كيميائية أولية لتصنيع المخدرات في الصين. فرضنا عقوبات على نحو 28 فرداً يعملون في تجارة المخدرات داخل الصين ومنهم في كندا، ولن يسمح لهم باستخدام النظام المالي. المدعي العام حمل شركات صينية مسؤولية إرسال 43 كيلوغراماً من المواد الكيميائية الأولية إلى عملائها في المكسيك، تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة من الفنتولين. الفنتولين المخدر الأكثر فتكاً الذي تواجه الولايات المتحدة على الإطلاق، ويعد أقوى بخمسين مرة تأثيراً من الهيروين. مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية الأمريكية تظهر أشخاصاً على الأرض قيل إنهم يتعاطون مادة الفنتولين. الصين وجدت بفرض عقوبات على شركاتها أمراً لا يحل مشاكل الولايات المتحدة الداخلية. رفاه السعد، العربية.